اتفق وزراء وزراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو في استضافة الأردن للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي ليكون له دور في رسم السياسات الزراعية وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة. دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في استضافة الأردن للمرصد الإقليمي للأمن الغذائي ليكون له دور في رسم السياسات الزراعية وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة في المنطقة، أبرز ما خلص إليه لقاء وزراء الزراعة الأربعة الهادف إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني في القطاعات النباتية والحيوانية. قد تكون من أهم التوصيات التي خرجنا بها خلال هذا اللقاء الرباعي دعم لا محدود من هذا اللقاء والدول الشقيقة لمبادرة الأردن لإنشاء مرصد إقليمي في المنطقة، وهذا المرصد سيكون إن شاء الله بالتعاون مع الفاو، وسيكون هناك توظيف للكوادر البشرية والموارد البشرية والخبرات والكفاءات في هذه الدول والدول العربية، ولا ننسى أيضا سيكون على هامش المركز إن شاء الله مركز تدريبي لآسيا في القيادات المرتبطة بعملها بالأمن الغذائي. لقاء وزراء الزراعة الرباعي الثاني الذي ضم كل من وزير الزراعة الأردني ولبناني والسوري والعراقي يأتي لتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الأسعار وسط دعوات لتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي. الدول الأربعة حقيقة راح تكون البادئين في عملية يعني الاشتراك في الرصد الإقليمي للأمن الغذائي، وهذه أيضا هي مقترحات جلالة الملك سابقا يعني، والآن دخلت اليوم حيز التنفيذ من خلال هذا المؤتمر. كذلك أهم مخرجات هذا المؤتمر هو وقعنا على مسودة مذكرة تفاهم أولوياتها انسيابية التبادل التجاري للسلع. توصيات المؤتمر تطرقت إلى مقترح إنشاء شراكات لتسويق المنتجات الزراعية ودعم جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق هذه المنتجات، إضافة إلى توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصيات الدول، الأمر الذي يعزز من توفير مدخلات الإنتاج الزراعي. دراسة إمكانية إنشاء المركز الإقليمي للأمن الغذائي في الأردن وتسهيل التجارة وتعزيز فرص توفير السلع والمواد الغذائية وتسهيل عبورها عبر الدول المشاركة هو أهم ما خلص إليه لقاء وزراء الزراعة الأربعة لإدارة ملف الأمن الغذائي. حمزة نهار، المملكة، عامة. ينضم إلينا تاليا مدير البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد نضال العوران. سيد نضال، أهلا وسهلا بك. إذن سيد نضال، نتحدث اليوم عن أهمية مثل هذا التنسيق والعمل بهذه المنهجية في ظل هذه الظروف عندما نتحدث عن مواجهة التغير المناخي وكذلك ارتباطه الوثيق بموضوع وملف الأمن الغذائي. شكرا جزيلا، مساء الخير. بداية، مبادرة مهمة أن يتم إدراج حقيقة موضوع التغير المناخي على أجندة الاجتماع المهم لوزراء الزراعة العرب. موضوع التغير المناخي زي ما تعرف حضرتك والإخوان موضوع يتقاطع مع كثير من المجالات المهمة، فوجوده على أجندة هذا الاجتماع مهم جدا. موضوع التغير المناخي يؤثر بشكل مباشر وكبير على موضوع الأمن الغذائي. وجود حقيقة وزراء الزراعة العرب والدول المجاورة للأردن هذا يعطي فرصة حقيقة لعمل تكاملي لمجابهة ومكافحة التغيرات المناخية، لأن موضوع التغيرات المناخية لا تكتفي حقيقة بالجهد على المستوى الوطني، لكن ضرورة وجود أجندة إقليمية بالتعاون مع الدول العربية المعنية مهم جداً. نتحدث احنا عن التغير المناخي وامامنا اقل من 40 يوم حقيقه لانعقاد المؤتمر الدولي ما يعرف بالكوب 27 بمصر، وهي فرصه حقيقه للتركيز على تنفيذ المشاريع والبرامج ذات العلاقه لمكافحه التغير المناخي. كان لنا فرصه حقيقه اليوم مشاركه تجربتنا بالاردن في موضوع تنفيذ أجندة العمل المناخي والتركيز على موضوع التخطيط المتكامل،
هناك حقيقة عدد من التقارير المهمة الذي يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الجهات المعنية بالأردن، وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة الطاقة، من إعدادها، وهي تعطينا استقراء حقيقة للوضع المناخي خلال السنوات القادمة. مخرجات مثل هذه التقارير مهمة جدا أن يتم الأخذ فيها في موضوع التخطيط، والتخطيط على مدى طويل وليس على مدى قصير. نعم، عندما نتحدث عن الأردن والتجربة الأردنية اليوم نتحدث عن منهجية جديدة كما تفضلت، فما هو التركيز أو مكمن ذلك عندما يتطرق الحديث اليوم إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي؟ فهنا تكاملية الأدوار أيضا تبني على ما هو موجود لدى هذه الدول. نعم أشكرك، يعني هو الأساس بتكاملية التخطيط وتكاملية التنفيذ، وأظن اجتماع اليوم كان ناجح بأنه ناقش موضوع التخطيط التكاملي والتنفيذ التكاملي. مرة أخرى عندنا بالأردن تجربة ناجحة، تجربة ناضجة في موضوع إدارة ملف التغير المناخي. لما أتحدث عن موضوع التغير المناخي وملف التغير المناخي نتحدث حقيقة عن وجود إطار سياسات ناضج فعال في الأردن، في سياسة وطنية للتغير المناخي، في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا. هناك عدد من الاستراتيجيات حقيقة للقطاعات المختلفة التي تأخذ موضوع التغير المناخي بعين الاعتبار. بالإضافة طبعا أجندة التغير المناخي لا تكتفي بوجود السياسات والاستراتيجيات، لكن أيضا مهم وجود القدرات التي تكون قادرة على تنفيذ الخطط المذكورة والمشاريع المذكورة في هاي الوثائق. طبعا مرة أخرى احنا أكدنا بلقاء اليوم مع الزملاء استعداد الأردن لمشاركته بتجربته الواعدة في موضوع إدارة ملف التغير المناخي على مستوى الإقليم. نعم، الأمن الغذائي لطالما يرتبط بالأمن المائي، وعندما نتحدث عن التغير المناخي الأردن ضمن الدول التي تشهد التحدي الأكبر في موضوع ليس فقط الجفاف وإنما نتحدث عن شح المياه، فليتم التطرق لهذا الموضوع ضمن هذه الخطط وأيضا بالارتباط الوثيق بموضوع التغير المناخي بشكل عام. نعم، حقيقة موضوع المياه، موضوع الجفاف أخذ حيز كبير من نقاشات اليوم مع الحضور كافة، وكان التركيز حقيقة من أكثر من زاوية. موضوع الجفاف موضوع يهدد ليس فقط الأردن لكن أيضا الدول المشاركة بمؤتمر ولقاء اليوم. كان التركيز مرة أخرى على موضوع التخطيط التكاملي أو ما يعرف بمفهوم النكزس، اللي هو التلازم ما بين القطاعات المياه والزراعة والطاقة، فأخذ حقيقة حيز مهم من النقاشات. ومرة أخرى كان التركيز على أهمية الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الدراسات والتقارير العلمية التي تستقرئ حقيقة قطاع المياه والجفاف والتغير المناخي خلال السنوات القادمة ولغاية 2050. بمعنى مرة أخرى نحن بحاجة لوجود خطط تستقرئ المستقبل لسنوات طويلة. شكرا جزيلا لك سيد نضال العران مدير البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حول نجاعة هذه المبادرات المقبلة تنضم إلينا الخبيرة في سلاسل التوريد العالمية دكتورة مها الشيخ. دكتورة مها أهلا وسهلا بك. إذن دكتورة مها، نتحدث اليوم عن منهجية جديدة لربما التفاتة خاصة في ظل الظروف التي مر بها العالم. الآن استدراكا للوضع وعندما نتحدث عن سلاسل التوريد والأمن الغذائي بشكل عام، ما مدى نجاعة أو لربما التقليل والتقليص من الأخطار الداهمة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي في هذه المبادرات؟ مساء الخير، شكرا لكم على الاستضافة. أولاً نحن نعلم أنه مع بداية الأزمات المتكررة التي أثرت على البلدان النامية والمستوردة بشكل كبير للمواد الغذائية، والتي تمثل المواد الغذائية ما لا يقل عن نصف إجمالي نفقات الأسر في هذه الدول، اليوم مع هذه الاتفاقيات التي تتضمن اتفاقية تشاركية شاملة في
تسهل لدينا التجارة في جزئية المنتجات الزراعية والصناعية، وأيضا إنشاء وتقديم خدمات لوجستية تخليصية جمركية تحرك رؤوس الأموال وتعزز المنافسة وتحسن وتعزز التعاون المالي والاقتصادي فيما بين هذه الدول الأربعة. اليوم نحن نرى أنه سيكون لدينا حركة سير حقيقية للمواصفات والنقل وتعزيز جزئية تقليل اضطرابات التجارة التي تحدثت بعد أزمة أوكرانيا وكورونا، مما زاد اتساع العجز وانكماش الاستثمار. نحن نسعى في هذه الاتفاقية إلى تعزيز المخزون، إلى تعزيز أيضاً أن لا يكون لدينا عوائق تصديرية، أن يكون لدينا هناك مرونة في التصدير والاستيراد، أن نتجنب الآثار الاضطرابات التي حدثت بشكل سريع عبر سلاسل التوريد لما لها تداعيات عالمية وإقليمية. أيضاً فأن السيناريو الأكثر ترجيحاً اليوم أنه مع تكرار هذه الأزمات والخوف من عدم وجود تعاون حقيقي يشمل القوانين والتشريعات والتعليمات، نحن بهذه الاتفاق نسعى إلى تطبيق الاتفاق بشكل صحيح، بمعنى أن يزيد لدينا الحد المعروض من النقد، أن يكون لدينا زيادة في القوى الشرائية، أن يكون لدينا فعلياً إجراءات لازمة حقيقية لتسهيل التجارة، لتعزيز الزراعة. نحن كبلدان نامية لدينا نظام اقتصادي عالمي جديد ينبغي أن يبنى حالياً ويعاد هيكلته على مبدأ المشاركة الفاعلة التكافلية والمتكافئة بين هذه الدول الأربعة، سواء كانت اقتصادياً، مالياً، اجتماعياً، واتخاذ قرارات بما يخدم مصلحة الشعوب بشكل متكافئ، وأن تقوم فعلياً هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية ليس فقط على أساس التكافؤ، لا، على المنفعة التبادلية المتشاركة أو المشتركة. لماذا؟ كيف نضمن انسيابية السلع بين هذه الدول، خاصة في هذه الظروف التي نتحدث عنها؟ لدينا بعض الاستقرار في بعض هذه الدول، ولكن هناك أيضا استقرار من نوع مختلف ومتأتي في دول ثانية. نعم، هو المتخوف منه هو عدم استقرار الأسواق في الدول التي حدثت فيها أزمات مالية، التي حدثت فيها حروب. لكن معظم هذه الأزمات تؤثر على الحاويات، تؤثر على تأخير الشحن، تؤثر على التخليص، على النقل جمركياً، خروج البضائع ودخولها. ولكن نحن حين نقول أن لدينا اتفاقية تبادلية تجارية، إذن أنا تطبيق قانون الجمارك وتطبيق قانون الاتفاقيات ما بين هذه الدول ينبغي أن يقوم على جزئية تقليل الوقت وتقليل التكلفة، أو الألا وهو تقليل خروج البضائع ودخولها لهذه الدول وإلى الأردن. أيضا تحدثوا عن جزئية أن تكون المملكة الأردنية الهاشمية مركزا إقليميا للأمن الغذائي. نحن نسعى في ذلك أن يكون لدينا دراسات حقيقية للأسواق، الأسواق العربية والأسواق الأردنية. لماذا؟ نحن ننبغي أن ندرس حاجة الأسواق، حاجة المستهلكين، النمط الاستهلاكي. الآن مؤكدا أن النمط الاستهلاكي في هذه الدول لا يتناسب مع الأردن، وبالعكس لا يوجد فيه تكافؤ، وهو مختلف حسب نمط استهلاك الأفراد، المجتمع، حسب عدد السكان، حسب حاجة الأسواق. لذلك مع بداية الأزمات الدول العربية عانت قليلا من المخزونات. نحن لا نسعى أن يكون لدينا فائض في المخزون، نحن نسعى اليوم إلى أن يكون هذه الأسواق التبادلية مجتمعة لديها استقرار في الأسواق، لديها كميات وافرة من البضائع، وأيضا أن لا نجد أنفسنا في لحظة من اللحظات قد توقف التبادل التجاري. فكرة هذه الاتفاقية بنيت على التبادل التجاري وتسهيله، وحين نقول تبادل تجاري إذا نحن نتحدث عن أن نقلل التكلفة، أن تسهل الإجراءات، أن لا تكون مزاجية، أن تطبق بشكل حقيقي، ولا تطبق فقط على إجراءات معينة وإجراءات أخرى تستثنى، أن يشرع تعليمات فعلياً تساعد على خروج البضائع، سواء في الاستيراد بالتصدير وسواء في الاستيراد بشكل متزايد ومتكرر بدون أي تأخيرات. نعم،
شكرا جزيلا لك يا دكتورة مها الشيخ، الخبيرة في سلاسل التوريد العالمية.